صغيرا ولا بدايه. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وامينه على وحيه ونجيه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمين الأحباب، حياكم الأخوات المسلمات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين امين. اخواني واخواتي، يلفت النظر في كتاب الله تبارك وتعالى اخبار وصياغات كثيره لامور من امور الغيب اخرجها سبحانه وتعالى مخرج ما وقع وانقضى. والقرآن طافح ملآن بأمثال هذه الصياغات، كمثل قوله عز من قائل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. آيات كثيرة جدا تتحدث عما سيأتي أيها الإخوة على أنه أثر انقضاء بصيغة الماضي المتحقق. أيها بعض الناس يميل بعض المفسرين إلى تخريج هذه الآيات العظيمة
أيها الإخوة، على طريقة بيانية، على طريقة بيانية، لكن ما عساه يفعل مع الأحاديث الصحاح التي قبلتها الأمة وهي كثيرة جدا كثرة هذه الآية، كحديث الكسوف المخرج في الصحيحين وغيرهما، قد رواه أبو هريرة وابن عباس وجابر وعبد الله وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. في حديث الكسوف قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين سألوه: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا في مقامك هذا لم تفعله من قبل، تناولت شيئا ثم تراجعت، في رواية ثم تكعكعت. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت الجنة، لقد رأيت الجنة، ورأيت عنقودا، أي عنقود عنب، فتقدمت إليه ثم كعكعت أو تكعكعت تراجعت، ولو أصبته أي وأتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأنه من طعام الجنة لا يفنى ولن يفنى. وبالحري أن من أكل منه ولو حبة أيها الإخوة لا يجوع بعده أبدا حتى يلقى الله، هذا ثابت ومبرر بفضل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت النار فلم أرى منظرا أفظع قط، أي من هذا المنظر، ورأيت النار فلم أرى منظرا أفظع قط، ورأيت أكثر أهلها النساء الحديث بما يا رسول الله، قال: يكفرن يكفرن بالله إلى آخره. نعم، أو قيل: يكفرن بالله، قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. هذا في حديث الكسوف. في حديث الكسوف أيضا أيها الإخوة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن، رأوه في النار، قال: ورأيت صاحب المحجن في النار كان يسرق الحاجة أي الحجيج بمحجنه، حجن هو العصا أيها الإخوة، في رأسها التواء، في رأسها التواء يدفع بها الراعي عن نفسه ويلتقط بها الأشياء إلى آخره، هذا هو المحجن. قال: يسرق الحاجة بمحجنه، فإن فطن له قال تعلق بالمحجن، إنما تعلق هذا الشيء غرضك أو شيءك بالمحجن، وإن غفل عنه ذهب به. قال: رأيته في النار بهذه الفعلة النكراء أيها الإخوة، رأيته في نار جهنم، قد رأيته. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمر ابن لحي الخزاعي، رأى عمرا أيها الإخوة أو عمر ابن لحي من خزاعة، وهو الذي سيب السائبة أو السوائب، أول من سيب السوائب. وأيضا في أخبار أخرى أنه أول من أتى بالأصنام إلى بلادهم، أتى بها من الشام، أتى بها من الشام فوضعها لعنة الله عليه. قال: رأيته في النار يجر قصبه، أي أمعاءه، رأيت عمر ابن لحي يجر قصبه، رأى في النار، دخل النار، معناها النار موجودة، وأدخل الذين كفروا نار جهنم والعياذ بالله، لقد دخلوها. أيضا في حديث الكسور أيها الإخوة، كما في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج، حديث المعراج أخبر عن مرائي كثيرة جدا أيها الإخوة، وعن شخوص وأحوال وأشياء في الجنة وفي النار. أخبر عن المجاهدين والشهداء كيف رأهم في جنات النعيم، اللهم ألحقنا بهم. وأخبر أيها الإخوة عن فضباء الفتنة وكيف رأهم في النار. أخبر عن الزواني والزنا من الرجال والنساء. أخبر عن أكلة الربا وأكلة أموال اليتامى كيف رأهم في النار. أخبر عليه الصلاة والسلام عن الهمازين اللمازين، كما أخبر عن المغتابين وكيف رأهم في النار. أخبر عن أشياء كثيرة، عن أحداث وشخوص كثيرين رآهم عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة اختلف رأي العلماء، طبعا حديث بلال المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن صاحبي الصحيحين: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل منفعة لك، أي من عملك الصالح ترجوه عند الله تعالى، فإني سمعت خشفة عليك، سمعت خشفة عليك في الجنة، في رواية أخرى دفن عليك في الجنة، بلال في الجنة أصلا أو يمشي، والنبي سمع ذلك، الحديث الأخرى رأى، هنا سمع أيضا، سمعها رؤيا، الأشياء موجودة، كل المستقبل موجود، إذا المستقبل ناجز كائن إنه لا يحدث،
أنه كائن وحسب، أنه كائن وحسب كما قال بعض علماء الفيزياء. قال المستقبل أيها الإخوة والماضي والحاضر لا تحدث، إنها كائنة وحسب. التخيلات الكبيرة العلماء العقول الضخمة، قال كائنة كلها كائنة، فحسب لا تقول لي تحدث ولم تحدث، لأنها حادثة، لأنها كائنة موجودة. فأخبره بالله أنه ما أحدث حدثا فتطهر طهورا تاما إلا يصلى ما شاء الله له بذلك الطهور أيها الإخوة. فهذا الذي بلغ به رضي الله تعالى عنه وأرضى. أشياء كثيرة طبعا، حديث كثير جدا في هذا الباب، وإن كانت هذه أشهر، حديث المعراج وحديث الكسوف. صلى الله على سيد الخلق أيها الإخوة وعلى روح وعلى صاحب النفس الشفيفة والبصر النفاذ والبصيرة الفائقة، النفس الصمدانية المتألهة الربانية، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. رأى أشياء أكثر من هذه بكثير وأخبر عنها حتى يدخل الناس الجنة والناس النار، رأى ذلك كله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. العلماء على ما نقل الإمام النووي قدس الله سره عن الإمام العلامة الفاضل عياض المالكي أيها الإخوة، منهم من قال أنه رآها رؤية انكشاف كشف له عنها، وهذا هو الصحيح، هذه رؤية كشف، لأنها كائنة، لأنها كائنة. وقد رجحه عياض قدس الله سره، رجحه قال هو الأولى، قال هو الأولى، لأنه يلتئم بظواهر الحديث، يلتئم بها، لا نقول معها، يلتئم بظواهر الحديث ويتفق معها أيها الإخوة. ومنهم من قال إنها رؤية تمثيل أيها الإخوة، تمثيل لما سيكون، لكن أين قوله وأدخل وسيق ونادى وقيل وقالوا؟ أين؟ لماذا تقول تمثيل؟ لماذا؟ لا. ومنهم من قال أيها الإخوة إنها رؤية علم، إخبار فقط، النبي لم يرى هذا ببصره أو ببصرته، إنما أعلم به، وهذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. النبي أخبر أنه رأى، وهو لا يعد الحق المطلق حين يخبر، هو الصادق الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، يعرف ماذا يقول، يقول لك رأيت، تقول له علم، سمع بهذا عن طريق الوحي. هذا تهوك، هذه تأويلات باردة، تأويلات باردة، وتشكل تقديمات بين يدي رسول الله فيما يخبر عنه، وقد نهينا أن نقدم بين يديه. قال لك رأيت، سلم أنه رأى، لا تقول لي سمع، أخبره الوحي. من أين لك هذا؟ هذا كلام ساقط عن درجة الاعتبار، ساقط عن درجة الاعتبار. فما الحكاية إذا؟ ما الحكاية إذا؟ ما الذي يحدث؟ على كل حال، هذه الأمور إن كانت تستثير العجب وتستفز أيها الإخوة الفكر والخيال فينا، إلا أنها تتفق لنا جميعا تقريبا، لكل أحد من الناس على نحو أو آخر. كيف نعرف هذا؟ من منا لم يتفق له في حياته ولو مرة، ولو لمرة واحدة أيها الإخوة، أن رأى رؤيا ثم تحققت بعد ذلك كما رأى، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، وأكثر ما تتحقق فيه الرؤيا الصالحة تتحقق في 40 سنة، هكذا قال علماء التعبير أيها الإخوة، لن تتحقق بعد ذلك، إذا تتحقق في 40 فلن تتحقق، لن تكون رؤيا صالحة صادقة، لكن تتحقق في أمد أقصى 40 سنة آخر شيء، هكذا تقريبا اتفق علماء تعبير الرؤى أيها الإخوة. لكن تتحقق كيف؟ كيف رأيت شيئا قبل أن يكون؟ كيف ترى؟ قبل أن يكون كان هو الدكتور الموت حفظه الله وأمتع به، حين توفيت هي زوجته الثانية أو الأولى تقريبا، نعم، رأى زوجته الثانية وتدعى أميرة، هو كتب هذا في كتبه، رأى في المنام، لم يرها من قبل في حياته قط، ولم يسمع عنها ولا عن اسمها، رآها ورأى شكلها وباسمها أميرة. وبعد فترة يسير جدا، لعلها لم تزد على أيام أيها الإخوة، سبحان الله، قدر الله والتقى بأميرة، فإذا هي التي رآها في المنام واسمها أميرة. كيف تم هذا؟ هذه أشياء تتفق لكل واحد منا، المرأي تتفق لكل واحد منا أيها الإخوة، أليس كذلك؟ كانت موجودة، لا يكذب بها إلا جاهل أو مكابر أيها الإخوة على الضرورة. هذه أشياء ضرورية تتفق إيه للناس، تجارب شخصية. أيضا هناك أشياء مثل هذه الأشياء في العجب، وربما تفوقها عجبا أيها الكاتب مثلا،
الذي كتب رواية معروفة ونشرها سنة 1298 بعنوان حطام الجبار Rick of the Titan. حطام الجبار Rick أو Ricks ربما حطامات Rick of the Titan. حطام الجبار يصف فيها سفينة، والعجيب واللافت والمثير أنه يذكر طولها عرضها وحجمها وعدد ركابها وأكثر من هذا أيها الأخوة، أوصافا دقيقة لأشياء فيها، ويذكر أنها دشنت أول رحلة لها بالمحيط، ويذكر عدد قوارب النجاة وهي محدودة للأسف كانت عليه مشيها، يذكر هذا في رواية، رواية خيالية، رواية خيالية يكتبها إيه؟ مورغان روبرتسون صاحب طبعاً الجبار أو التايتن. وكيف أنها اصطدمت بجبل جليدي في المحيط، في المحيط أيها الأخوة، ثم بدأ يغرق ركابها وغرقت هي أيها الأخوة بعد ذلك في المحيط. هذه الرواية مشهورة سنة 1898. البقية نعرفها جميعا وجمعوات بعد ذلك في 14 سنة 1912 فعلا تدشن السفينة الشهيرة تايتانيك، تايتانيك من تايتن الجبار ذات الجبروت يعني، والتي كتب في كتاب التعريف بها سفينة لا يقهرها القدر. سفينة كذا في كتاب التعريف لا يقهرها القدر، يعني استغفر الله الله لا يستطيع إيه أن يكسر هذه. شوف من حال الكفر شوف غرور الإنسان والسلف والعجلة الفارغة في أول رحلة لها واصطدمت بجبل جليدي في عرض المحيط، وكان مكان ما تعرفونه جميعا وشاهدتموه في الفيلم الرائع أيها الأخوة العجيب في الرواية تنطبق تماما على سفينة التايتانيك تماما، طولها عرضها عدد ركابها عدد الذين نجوا في الاصطدام بالجبل الجليد، صيحات المستغيثين ذكرها الكاتب روبرتسون أيها الأخوة، عدد قوارب النجاة كانت محدودة وهذا سبب إيه غرق المئات للأسف، يعني لم ينجو من 2400 تقريبا من الركاب إلا 700 إيه وقليل. هذا كله شيء غريب حتى أنا تنبه بعض الصحيين والكتاب قالوا هذا مذكور في رواية نشرت قبل 14 سنة، ما الذي حدث إذا؟ ما الذي حدث؟ كيف روح هذا الكاتب، خيال هذا الكاتب، بصيرة هذا الكاتب نفذت في المستقبل والتخذت هذه الأحداث المستقبلية؟ أنا أخذ تفسير، يعني خياله لم يمتح من إيه من عدم، مدح من شيء يبدو أنه كائن على الأقل نحن صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، لكن خياله نفذ إليه والتقطه ثم صاغه رواية مؤثرة خيالية تصيرها. قبل هذا أيها الأخوة وسنة 1837 الكاتب الشهير جدا إدغار ألان بو، مشهور جدا هذا كاتب متشابه عن 40 سنة تقريبا، كتب كتابه أيها الأخوة آرثر جوردن بيم، قصة عن شاب يدعى آرثر جوردن بيم، وكتب فيها أيضا قصة تخيلية، قصة سفينة ظلت في عرض المحيط فترة ما أيها الإخوة، واضطر بعد ذلك العاملون عليها خلاص يعني شرفوا على الموت وعلى الهلاك، فاضطروا أن يذبحوا غلاما كان يعمل خادما على متنها أي على ظهرها ويدعى ريتشارد باركر، ذبحوه قال بدأ أن نموت كلنا نأكله هذا خلنا نعيش نموت واحد هذا خادم، فذبحوه وأكله. في الرواية، الرواية منشورة سنة 1837 لإدغار ألان بو، 1887 بعد نصف قرن بالضبط تكتب الصحف أيها الإخوة ويلتقطها بعض النقاد أيها الإخوة وبعض من قروا هذه الرواية ويلتقطوا اتفاقا مذهلا محيرا جدا، سفينة تظل في عرض المحيط أيضا تنطبق نفس الأوصاف المذكورة في رواية بو، وبعد ذلك الخاتمة العجيبة والمستفزة يذبحون خادما شابا يعمل عليها ويأكلونه، والعجيب أن اسمه هو ريتشارد باركر. ماذا يحدث؟ سأحدثكم الآن بأعجب من هذا. طبعا هذه حالات كيسز كلها يقرأها العلماء يقفون معها المهتمون، هذه مش ألاعيب ومش أفلام، هذه أشياء علمية موثقة مذكورة في الكتب المعتمدة في هذه الدراسات. ما الذي يحدث؟ ماذا يحدث في الشرق والغرب طبعا مع المسلمين وغير المسلمين بكثرة هذه الأشياء لمن أراد أن يلتقطها. أعجب حالة ولن نطول، حالات كثيرة جدا
حالة الكاتب الروائي وهو كتاب الخيال العلمي الأمريكي فيليب كيديك فيليب ديك أو فيليب كيديك أيها الإخوة يحصل سنة 74 على جائزة مشهورة عالميا عن روايته الشهيرة أشهر رواياته 26 كتب 26 رواية 26 رواية واحدة حصلت على جائزة عالمية مهمة وهي رواية Flow My Tears من بوليس مانسيل انهل لي صحي يا دموعي قال الشرطي صحي يا دموعي قال ايه الشرطي رجل الشرطة هذه الرواية قال كتبتها في أيام مجموعة كلام عليها كان ساعات كأنما ريشة القدر تخط على ايه على دماغي أسرع رواية قال كتبتها وطلعت أحسن رواية بعد أربع سنين من نشر الرواية ونشرها سنة 1974 ميلادية قبل 35 سنة أيها الإخوة ولا أكثر المهم نشر هذه الرواية بعد أربع سنوات حدث عن نفسه أنه كان في حفل مدعوان إلى حفل ما فالتقى بسيدة سألها عن اسمها حمل عليها اسمها فلانة مثل اسم بطلة الرواية طبيعي بيحصل في ملايين اسم بطلة الرواية في العالم وفي أمريكا كمان وبعدين هي متزوجة هي بطلة الرواية متزوجة العلاقة إيه يعني قلقة جدا ليست مستقرة بين الزوجين مثل ما في الرواية بصير عادي جدا لكن اكتشف بعد ذلك أسرت إليه بسر استروحت إليه الكاتب الشهير فأسرت إليه للأسف أن لديها علاقة ما مع إيه؟ مع رجل الشرطة رئيس مخفر الشرطة في البلدة قال لها عجيب مثل ما في الرواية قال أنا لم أقرأ الرواية أي رواية قال روايتي قال لم أقرأ لم أعرف الرواية قال لها ما اسمه قال فلان مثل اسم رجل الشرطة في الرواية هنا طبعا الرجل دخله شيء من الخوف والفزع مش طبيعي هذه التزامنيات والتوافقيات مش عادية عاد أكثر هذه من درجة ثالثة أو رابعة أصبحت كما شرحنا في الخطة السابقة ترك إياه الحفل وانطلق الرجل وفي ذهني ألف سؤال وسؤال في الطريق كان معه رسالة لابد أن يودعها مكتب البريد دخل المكتب أودع الرسالة وهو خارج وكان كما يخبر عن نفسه ليس من عادته أن يعين الناس لا يستعد أحدا لأنه مصاب بالفوبيا عنده نوع من الخوف خوف من الناس وكذا فلا يحب يخاف من الناس الأغراب لكن على غير عادته وجد نفسه مدفوعا أن يسأل رجلا كان واقفا إلى جانب سيارته محتارا متبلبلا هيك مشتتا قال له يعني هل من سبيل الله مساعدتك يا سيدي قال نعم أنا في الحقيقة يعني فرغ البنزين عندي في سيارتي ولا أعرف ماذا أفعل قال فأخذت محفظتي فتحته وحطيت مبلغ المال ثم انطلقت وعدت إلى بيتي ساعة وصلت مباشرة وقلت يا لي يعني من أحمق ماذا فعلت أنا الرجل يريد مالا ربما عنده مال لكن أقرب محطة بنزين تبعد إيه مسافة إيه يعني بعيدة نسبيا لابد أن أعينه قال فعدت إليه وأخذته بسيارتي مع الجالون إلى إيه أقرب محطة إيه بنزين وهو هناك قال فجأة ظهرت الصورة التي دفعت بالإثارة هدما إثارة ذهني إلى الأمام هذه الأحداث كلها مذكورة في روايتي يخرج الرجل من الحفل يذهب إلى مكتب البريد يجد رجل عند السيارة إلى آخر كله مذكور في الرواية هنا تملكه الفزع من الذي يعرف إيش الرواية الملعونة هذه تطبق نفسها في الحياة الحذافير فخاف الرجل فذهب إلى القس في البلدة قال له يا أبانا أنا أتفق معي شيء مرعب وأنا في الحقيقة الآن في حالة يعني غير عادية قال له ماذا؟ قال كذا 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 فإذا بالقص يضحك تسلم قال لما تضحك؟ قال عجيب جدا هذه الأحداث هيكليا كلها مذكورة في سفر الأعمال قال ماذا؟ سفر الأعمال؟ لم أقرأه في حياتي ماذا؟ قال هذا من أسفار العهد الجديد أعمال الرسل مذكورة هيكليا قال مباشرة انطلقت إلى بيتي أكببت على سفر الأعمال وفعلا كل ذلك مذكور هيكليا هذا جعله يقترح نظرية جديدة في فهم الزمان ما الذي يحدث؟ طبعا نظرية سخيفة في نظري هو يرى أننا تجمدنا وقف الزمن كله في الكون عند سنة 50 ميلادية وهي السنة التي كتب فيها سفر الأعمال كلام فارغ طبعا الأمر أعقد من هذا بكثير لماذا قدمت أيها الأخوة بيدي خطبتي بهذه الحكاية والقصص المثيرة طبعا والتي ستدع أذهانكم وأدمغتكم أيها الأخوة نفس الشيء مشتتة وقلقة ومستفزة إلى وقت يعني ليس بالقليل إلى وقت بعيد جدا ستظل مكروه في هذه المبنية طبعا هذه الخطبة يبدو أنها الجزء الثاني من الخطبة السابقة خطبة التوافق أو التزامن أو التوافق هذه الموضوعات مع بداية الخطبة تساؤلات عن
عن إخبار الله عن دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار وحديث بعضهم مع بعض وما رأه الرسول إلى آخره. كل هذا يتوقف أيها الإخوة فهمه على فهم مسألة الزمن. ما هو الزمن؟ ما هو الماضي؟ ما هو الحاضر؟ ما هو المستقبل؟ كيف يسير الزمان؟ ما القصة؟ طبعا لا أزعم أنه سؤال سهل ولا أن عندي جوابه حتى ولا ربما رائحة الجواب. هذا أصعب سؤال على الإطلاق. كل الذين درسوه وكابدوه وتعانوا معه أيها الإخوة في الأخير يعودون ربما قاروا الحقيقة من زاوية جديدة، ربما اختاروا خطوات إلى الأمام في بيداء مجهولة، لكنهم موقنون أن الأمر أيضا لا يزال قيد الغموض وقيد النبول وقيد التساؤل وقيد التساؤل. ما هو الزمان؟ بول ديفيز الفيزيائي الشهير عالميا يقول كل المحاولات إلى الآن في التعاطي مع الزمن فهم الزمن باءت بالفشل. للفلاسفة، للشعراء، للفيزيائيين، للرياضيين، كلها باءت بالفشل. ومن هنا لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله يقلب الليل والنهار. لغز كبير، كما أن الله هو لغز الألغاز يقول لك أنا الله. الدهر الله يقول أنا إيه؟ أنا الدهر، أنا الزمن. ما هو الزمن إذن؟ شيء غير مفهوم، شيء صعب جدا جدا. طبعا إياكم ربما استدرج من الناس العوام الأطفال الصغار يظنون الزمن حركة إيه؟ الأرض حول محورها أو حول الشمس أو حركة إيه؟ عقارب الساعة على الساعة على ميناء الساعة. هذه كله كلام فارغ. ألغي الساعة، ألغي كل إيه؟ المؤقتات، الميقاتيات، أوقف الأرض، أوقف الشمس، الزمن موجود. أدخل في زنزانة، انعزل عن العالم الخارجي بالمطلق ولا أي إشارة، الزمن موجود. ينخر عقاب إيه؟ ذراتك وجزيئاتك وخلاياك وسوف تسيخ. حتى حين تفكر وأنت في هذه الزنزانة أو الكهف كما فعل الألمان قبل 50 سنة، التجربة المائية الشهيرة. على كل حال إيه؟ سوف تعرف أن الزمن يسير. لماذا؟ لأنك تفكر، وفكرة بعد فكرة وكلمة بعد كلمة. إذا الزمن يسير لا يمكن، زمن شيء آخر غير هذه الميقاتيات الفارغة. هذه أشياء فقط لكي ننظم، إيه؟ أعمالنا وأشغالنا وشعورنا بالزمن. كل واحد يقول عجيب إلى هذه الدرجة، هذه مسألة مستغرقة، مستغرقة أكثر مما نظن وأكثر مما نحسب. لكن دون أن نسأل السؤال وأن تطرح علينا هذه المعضلات أيها الإخوة، نظر أننا نفهم الزمن، نشعر به وكفى تماما، كما قال إيه؟ سانت أوغسطين أو القديس أوغسطين فيلسوف القرن الخامس المسيحي، قال الزمن أنا أفهمه ما لم يسألني عنه أحد. طبعا إذا سأله بدأ يستفسر ولا يفهم شيئا. هذا الرجل نفسه سانت أوغسطين هو الذي قال الماضي ولا وراح، اخبط دي عن الماضي، ما في ماضي، ما وراح فني، والمستقبل لم يوجد بعده، والحاضر غير متعين. كم الحاضر؟ من يقول لي ما هو الحاضر؟ ولا واحد فيكم قال، ولا أنا. بعض العلماء اقترح أن يكون الحاضر هو عشر الثانية، غير صحيح. لماذا عشر؟ لماذا مش فيمتو ثانية مثلا؟ ولا كيكو ولا نانو الثانية، أي شيء آخر. لماذا؟ من قال لك عشر الثاني هو إيه؟ هو الحاضر؟ لا، لأن عشر ثاني هذا زمان طويل جدا 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 لبعض المخلوقات والدقائق الذرية، تعيش وتولد وتؤدي دورها ورسالة الحياة وتفنى في أقل من عشر ثانية ملايين المرات. بعض الدقائق الذرية تعيش 10^15 من الثانية، يعني جزء من 1,000,000,000,000 جزء من الثانية. إيه معروف هذا في علم إيه؟ الفيزياء، فيزياء الجزيئات والدقائق الذرية، يعني بتعيد جزء على 1,000,000,000,000 جزء من الثانية. لو جزئت الثانية 1,000,000,000,000 جزء، يبقى جزء واحد. هل حياتها؟ فمعناها الحاضر أقل من هيك لسه، طبعاً أقل من هيك. ما هو الحاضر؟ ما في حاضر. مينكوفسكي عالم فيزياء الشيء والرياضيات حين رسم مخططاً أيها الإخوة للزمان، فقط أظهر فيه الماضي والمستقبل. الحاضر نقطة عالمية هكذا. قال هذا الماضي، هذا المستقبل، الحاضر نقطة، نل، ما في حاضر. لذلك يقول سانت أوغسطين، فإذا كان الماضي ولا وراح والمستقبل لم يأتي والحاضر غير محدد غير متعين، فما هو الزمن؟ أي الزمن؟ هذا الأفكار الفلاسفة، العقول الضخمة، مش عقول هبلة كل شيء عندها واضح، فكر حالها كل شيء فما يمشي فيها حاجة. وين الزمن؟ أين الزمن؟ ما هو الزمن؟ دغس كبير جدا أيها الإخوة. إسحاق نيوتن أيها الإخوة نستطيع أن نقول أو أحد آباء العلم الحديث بلا شك، أحد آباء العلم العظام جدا الذي أثرت أفكاره على مدى قرنين من الزمن بسلطة مطلقة.
على عقول هي علماء الطبيعة. صور الزمن على أنه ذاك الشيء النبيل نوبلار الذي يسير ويمخر أيها الإخوة ويجري بتجانس بوتيرة واحدة في كل أجيال الكون من أصغر الدقائق إلى أعظم المجرات وأكثرها شساعة. هذا الزمن له حقيقة مطلقة بغض النظر عن الراصد، عن المكان، عن الأشخاص، عن أي شيء آخر. ظل هذا التصور معمولا به فمعتصما به إلى أن جاء ألبرت أينشتاين قال غير صحيح، الزمن ليس كذلك بالمرة، الزمن حقيقة مرنة ورواغة ومخادعة، الزمن حقيقة نسبية وليس مطلقة. وهذا صحيح، الزمن يتمطط، الزمن يتمدد، الزمن ينكمش، الزمن يسرع، الزمن يبطئ. وسأوضح لكم هذا بأمثلة سريعة. أول شيء يقول هل هناك إمكانية للحديث عن التآني، تزامن، التآخذ، بمعنى أن شيئين أو أكثر يحدثان في نفس اللحظة؟ سنقول نعم. لا مش نعم، غير صحيح، ما في إمكانية، ما في إمكانية لتآني حقيقي، تآخذ حقيقي مطلقا. دائما كنت أقول لإخواني أنا الآن مثلا وأنتم الآن كل واحد منا ومن كنا يزعم أنه يرى إخوانه الآن هؤلاء في نفس اللحظة، غير صحيح. نحن نراكم في أوقات بعد أوقات. لماذا؟ أنتم تعلمون نحن نرى الجسم بفضل الضوء أيها الإخوة الصادر منه الساقط على أي الشبكية، وبعدين عملية معروفة تنتهي بعد ذلك بإحساس، إحساس بصري في القشرة البصرية في الدماغ، عملية معروفة لدى علماء الفيزيولوجيا. كويس، لكن الضوء ليس سرعة لا نهائية، سرعته محددة 300 ألف كيلومتر، يعني 300 مليون متر، كيلومتر ألف متر، 300 مليون كيلومتر في الثانية، مش لا نهاية في الثانية، لا 300 مليون متر في الثانية، فهذا يبعد عني متر. أنا في الحقيقة لا أرى في نفس اللحظة التي هو فيها الآن، أنا أراه بعد واحد على 300 مليون من الثانية، لأنه في الثانية الضوء يقطع كم؟ 300 مليون متر، وهو يبعد متر، فأنا أراه بعد واحد على 300 مليون من الثانية، والذي يبعد ثلاثة أمتار ها هنا أنا أراه بعد ثلاثة أجزاء، لابد أن تمر ثلاثة أجزاء من 300 مليون من الثانية، وهكذا وهكذا. واحد يقول لي بس هذا أنا لا أشعر به، ومستحيل أن تشعر به لأن دماغك وجهازك العصبي لم يصنع، لم يركبه الله بتلك الرهافة التي تلتقط هذه الفروقات الزمنية الدقيقة جدا. أنت مش ساعة ذرية، مش ساعة فيزياء مثلا، هذيك ترصد حتى جزء من 9 مليارات جزء، ترصد هذيك، ترصد تماما. لذلك لو ساعة السيزيا، لو دماغك يتحرك ويلتقط الفروقات الزمنية بسرعة ساعة السيزيا، معنى ذلك ببساطة أنت سترى أنك ترى هذا قبل، ثم هذا، ثم هذا، ثم هذا، ليس في نفس اللحظة. لكن المصيبة حتى الذي يبعد متر أو حتى 10 سنتي أنا لا أرى في نفس اللحظة، أرى بعد جزء عجيب لا أستطيع أن ألتقطه في نفس اللحظة، لا أستطيع. هذا هز أدمغة الناس. هاي واحد. اثنين أيها الإخوة، للتبسيط، الآن الشمس تبعد عنا كم؟ تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، يقطع الضوء فيها أيها الإخوة 190 مليون ميل مايل، يعني 150 مليون كيلومتر في 8 دقائق. تخيلوا الضوء بسرعة، يعني كما قال إشتاين مطلق، مطلق محدد، هو مطلق معنى آخر في الفيزياء. على كل حال، لكن لا نهائي، متناهي، سرعة متناهية لها حدود. أي شيء تراه الآن كانفجار يقع على سطح الشمس مثلا، أنت ترى بعد أن يقع بثماني دقائق، حين ترى أنت ترى الذي وقع قبل 8 دقائق، مستحيل أن ترى نفس اللحظة، لأنه حتى يصل إليك الحدث يستغرق الضوء الصادر من الشمس إلى أن يصل إليك 8 دقائق. واضح جدا، هذا بدهي، هذا مفهوم. لكن لو كان إنسان آخر يسكن على كوكب يبعد عن الشمس 1 بليون سنة، عليه أن ينتظر بعدك أنت، أنت سترى بعد 8 دقائق، هو بعدك ببليون سنة إلا 8 دقائق سوف يرى الحدث. فما رأيته أنت بالنسبة إليك هو ماضي صحيح وبعيد جداً من قبل 1 بليون سنة شفناه على الأرض، هو حيصبح عنده إيش الآن؟ الآن يقول إيه؟ تنفجر إيه الشمس، يخرج الكلف الشمسي سبوت، هذا سان سبوت، الكلف إيه الشمس الآن يقول، مش الآن، هذا حدث قبل 1 بليون سنة. طب لو افترضنا إنسان يسكن على أي طرف الكون ويبعد عن الشمس 12 بليون مثلاً أو 13 بليون سنة مثلاً، متى سيرى هذا؟ بعد 13 بليون.
شيء تراه إيه؟ لو واحد يسكن على الشمس سيرى هذا الحدث ها؟ بعد حدوثه واحد على كذا بليون من الثانية، يعني تقريبا في الآن يعني. طب لو افترضنا أن هناك قوة فائقة، كائن أعظم يحيط بالكون كله لا تؤثر فيه الأبعاد الفضائية والمكانية، الكون كله مثل صحن مثلا بين يديك، إيش بصير عنده؟ كله حاضر، كله الآن، صح؟ لو افترضنا أنه يخضع الآن، لو افترضنا هو لا يخضع طبعاً، عارفين سيرى كل شيء الآن، ما يحدث هنا وما يحدث هنا وهنا كله الآن، فمعناه يستوي عنده ما يحدث بالنسبة لكائنات راصدة في الكون بعد 8 دقائق بالنسبة لنفس الراصد سيحدث لراصد آخر بعد بليون، بعد 13 بليون سنة لراصد واحد، انتبهوا، وإلا لكل راصد كل شيء يحدث بالآن، لكن ما في شيء معنى الآن في الكون، ما في في الآن إيه؟ بالنسبة إلى إطار معين، إطار رصد معين كما يقولون، هذا هو. لكن هذا الكائن الفائق كل شيء يحدث عنده في لا زمن، كل شيء حاضر، كل شيء حاضر. أعجب من هذا عاد النسبية لألبرت أينشتاين برهنت لنا، انتبهوا هذا مش خيالات، هذا برهن في المعمل في المختبرات، أن الزمان يتلكأ أحيانا، هو بتدلك المشي هيك يتباطأ، بيمشي سلحفائيا إملائيا مرات، كيف؟ كلما أسرع الجسم السائر أيها الإخوة المسافر أيا كان، دقيقة ذرية ولا صاروخ فضاء ولا نجم ولا كوكب ولا مجرة، إذا أسرع كثيرا يتباطأ الزمان، كلما أسرع كثيرا يتباطأ زمانه، يتباطأ زمانه، إذا اقتربت سرعته من سرعة الضوء طبعا مستحيل أي جسم أيها الإخوة أو جسيم، حتى جسيم أن تبلغ سرعته وسرعة الضوء، لأنه بحسب أينشتاين حصل حدود لا نهائية، على كل حال هذه شغلة فيزيائية، مستحيل، لكن ممكن يقترب من سرعة الضوء، يعني 99.9999 من سرعة الضوء، يعني مستحيل، سيقف. ما الذي يحدث؟ سيتباطأ زمانه تماما إلا قليلا. ما معنى هذا؟ معنى هذا كالتالي، الآن أشهر رائد فضاء في العالم قضى أطول فترات في الفضاء، من هو؟ سيرجي أفدييف الروسي. هذا الرجل قضى في مركبة مير المشهورة، المركبة الفضائية مير التي تسير أيها الأخوة بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة، مش في الثانية، انتبهوا في الساعة، طبعا أسرع من أسرع طائرة عندنا بأربع مرات، أسرع طائرة هذه أسرع منها لسه بأربع مرات، 27,000 كيلومتر في الساعة مش في الثانية. سيرجي أفدييف، سيرجي أفدييف قضى في مير أيها الأخوة 748 يوما متواصلا بالسرعة هذه، تخيلوا، والسفينة تسير به هي مركبة فضائية بهذه السرعة الهائلة 748 يوما. لما عاد وجد العلماء بالحسابات طبعا أنه دخل في المستقبل، سافر في المستقبل، تايم ترافلر يعني هذا مسافر المستقبل فعلا دخل في المستقبل، وبالتالي يعني كسب حياته وتباطأ زمنه بنسبة 1/50 من الثانية، يعني ثمن كويس نقعد سنتين ونص في الفضاء بسرعة هذه، الأخير يكسب 1/50 من الثانية، لأن السرعة طبعا سرعة إحصائية، هي 27,000 كم في الساعة، كلام فارغ هذا. لذلك لو أنت سرت إيه بسرعة 186 ميل في الثانية، ما فيش عندنا حال صوريت بالسرعة هذه في الثانية، الزمن تبعك بده إيه؟ يتراجع يتباطأ، وحتكسب حياة إن شاء الله، وتكسب شبابك بنسبة 1/50 مليون من الثانية، قليل جدا. لكن لو سرت بسرعة 80% من سرعة الضوء، يعني حوالي 240,000 كيلومتر في الثانية، هاي 80% من سرعة إيه؟ الضوء، الزمان يتباطأ لكل ساعة بنسبة 25 دقيقة، ممكن تكسب تقريباً نص عمرك. يعني لو سافرت مثلاً 4 سنين رايح وأربع سنين جاي حترجع مش هلاقيك إيه إنك تكبرت 8 سنين، لا نقص من هذا الربع، 8 سنين إلا الربع تقريباً، وحتلاقي أخوه على الأرض كبر 8 سنين. طيب لو سرنا بسرعة قريبة من سرعة الضوء 99.9999 في المئة من سرعة الضوء، حيتراجع الزمن، حيتباطأ ويتقلص ويتجمد بنسبة 59 دقيقة لكل ساعة، في كل ساعة أنت حتكبر دقيقة وحتكسب 59. فلو أنت سافرت يقول العلماء إلى مثلا أندروميدا اللي هي مجرة المرأة المسلسلة أندروميدا، وهي أقرب مجرة إلى مجرتها الميلكي واي جالاكسي، تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية، يعني رايح السرعة هذه تقريبا سرعة الضوء، هي أقل شوية 1/1000 سرعة الضوء أقل،
ترجع برضو بهالسرعة هذه تحتاج لكي تقطع هذه المسافة إلى 56 سنة. لكن حترجع تلاقي الأرض مر على كم؟ 4 مليون سنة. 4 مليون. هتقول لي معناها قصة عزير وأصحاب الكهف وشيء؟ هو هذا قدرة الله لا إله إلا هو. بس هذا علميا. هل ثبت هذا علميا؟ في المختبرات هنا في سويسرا جنبنا سنة 1938 ولحد الآن كلهم بيثبت والعلماء بيشوفوها وحتى دارسون في زي الشباب راح يشوفوها بعينهم ويستغربون جدا كيف وبسط النظم هذا. في طبقات الجو العليا أيها الإخوة يحدث صدام وصراع رهيب. الأشعة الكونية الآتية من الفضاء الخارجي وهي مهلكة عظمها مهلك تصطدم أيها الإخوة بذرات ودقائق في الغلاف الجوي الأعلى. ينتج عن هذا أيها الإخوة الصدام الأشعة الكونية الكوزميك ريز هذه مع هذه الذرات والنوريات والأشياء جسيمات دقيقة اسمها المايونات مايونز مش المايونز لا المايون مايونات. المايونات هذه سرعتها فائقة قريبة من سرعة الضوء لكن طبعا مستحيل سرعة الضوء كما قلنا قريبة من سرعة الضوء المهم لكن تعيش جزئين من مليون جزء من الثانية. في المختبرات الأرضية حين نخلقها هذا زمان حياتها بتعيش 2 على مليون من الثانية فقط. عجيب هذا حياتها هذا عمرها 70 سنة بالنسبة لك عندها 2 من مليون من الثانية وبتنتهي خلاص طول الوقت وأدى رسالة وتفنى في 2 من مليون من الثانية. 2 مليون من الثانية بسرعتها المرصودة علميا تخولها أن تقطع في الفضاء 600 متر فقط لكنها تقطع عشرات بل مئات الكيلومترات وتصل إلى الأرض وترصد في قمة جبال ألب سويسرا في مختبرات خاصة لعد الجزيئات عددات الجزيئات اسمها في الألب جبال ألب في سويسرا جنب بير وترصد. العلماء تحير كيف تصل الأرض المفروض أنها تصل المفروض أنها بعد 600 متر في الفضاء الأعلى تكون فريعة منتهى كل شيء لكنها تصل وتخترق كل شيء عندها تخترق الجبال والمحيطات والأجسام كل شيء المايونات هذه وتفنى لدينا تتحل لدينا في الأرض وترصد. أينشتاين كان إيه قد سبق بتقديم تفسير هذه الظاهرة المحيرة قالوا أيوة لأنها تسير بسرعات هائلة تخترق من سرعة الضوء فمعنى ذلك أن زمنها ماذا يتباطأ فيطول عمرها بما يسمح لها أن تصل إيش إلى سطح الأرض. تفسير وحيد تبرهن هذا سنة 1938 علميا. البراهين على ذلك كثيرة جدا. في النهاية الآن معنى ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الماضي والحاضر والمستقبل أشياء صيغ معينة الذهن لا يستطيع أن يتعاطى مع الأحداث وعلى الوجود إلا عبر صيغة اسمها إيه راح صيغة أشياء أو كائن وصيغة إيه سيجي سيأتي لكن غير إيه غير آتي. هذه الصيغة يقول علماء الفيزياء على الأرجح ليس لها مضامين فيزيائية نوع من الخدع اللغوية وخدع الجهاز الذهني لديك ذهنك هكذا يتعاطى. أنا أشبه هذا بالعادة أيها الإخوة بشريط كاسيت الفيديو. كاسيت الفيديو هذا فيه فيلم مثلا هذا الفيلم أحداثه تتوزع على إيه؟ على بحر زمني من 2 ساعة وأحيانا 3 ساعات مثلا مطول هذا لكن أحداث هذه كلها من منظور معين موجودة الآن وهنا في الفيلم هاي فيديو كل موجود هنا لكن دماغه آلية عمل الدماغ لكي تتوائم عالية عمل جهاز الفيديو وعرض شريط الفيديو كل هذا لا يمكن إلا إيه؟ إلا بتتابع معين بحيث يقتضينا هذا 3 ساعات ونحن نتابع الأحداث مع أن الأحداث موجودة وفي لحظة واحدة مجمد كلها في لحظة واحدة هاي في بس الدماغ لا يستطيع أن يراها في لحظة واحدة. إيش البصيرة؟ سيدة تونسية هنا التقيت بها قبل سنوات سوف يأخذ معنا الجمعة أخبرتني بشيء وكانت محتارة لا شيء طبيعي هذا لو قرأت وتثقفت هذا موجود في العالم كل الذين عاشوا خبرتك هي أو مروا بمثل هي ظرفك يعيشون هذه الخبرات فكان كان الشغل يعني هي نادرة كان معروف أكثر عنه نحن صغار أو صار معها حادث سيارة أنفال حادث مروع ونجد بالعجوبة طبعا تهشمت بقيت في الفراش لأشهر قالت لي لكن الذي حدث معي عجيب جدا في لحظة الحادث رأيت أعمالي رأيت كثير جدا من أعمالي في حياتي حتى صلواتي التي تركتها رأيتها كل أمامي في أقل من جزء من 1/1000 ربما يكون هذا رأيت كل شيء في لحظة وبعدين غرقت في غيبوبة كنت طبيعي
هذا يحدث مع كل الذين يمرون بمثل هذه الخبرة، الذين يقعون مثلا ايه من شاهد من اعلى الجبال اذا نجوا اخبروا عن نفس الخبرة، يقول لك وانا نازل طبعا نزلت في 5 ثواني لكن انا استطيع ان اكتب لك ماذا رأيت وماذا حدث امامي وماذا استحضرت، اكتب لك 100 صفحة 200 صفحة. العلماء لم يفلت هذا الشيء منهم، أرادوا أن يدرسوه، حتى علماء النفس وعلماء الفيزيولوجي والفيزيائيون درسوا وبرهنوا شيئاً جديداً. طبعاً أنا الشيوخ منا كبار السن أيها الإخوة يشعرون بأن الزمن يهرب منهم هروباً، فعلاً يذهب بسرعة شديدة. الأطفال يرون أن الزمن يحسون، يشعرون أن الزمن يتلكأ جداً جداً وأنه ممل وطويل. إذا أقول له عمك في الطريق أيوة الآن عند المنعطف بعد 5 دقائق، يسألك 5 أسئلة 5 مرات، متى سيأتي؟ متى سيأتي؟ لأن 5 دقائق عنده هذا طويل جدا، وعندك أنت يا دوب تسرح شعرك الجميل فيها، صح ولا لا؟ الطفل هذا بينجن في 5 دقائق، طبيعي، إيش علاقة هذا؟ هذا مش بس طفولية صبيانية، لا، علماء الفيزيولوجيا بعضها ربطوا بين هذه الظاهرة هروب الزمن عند الشيوخ وتلكوه عند الأطفال الصغار بموضوع سرعة التئام الأنسجة. سرعة التئام الأنسجة. إذا بتلتئم بسرعة معناها الزمن ما شاء الله بطيء جدا، طبعا لماذا؟ لأنك أنت في وقت زمني محدد ستنتج وتنجز أشياء كثيرة، فالزمن مبارك معناها طويل، وإذا الأشياء تلتئم بإيه؟ بتباطؤ معناها الزمن يفور بسرعة، يعني أنت بساعة مش هتعمل إلا إيه؟ إلا حدثا واحدا يتيما. تفكير منطقي، تفكير منطقي، ولذلك قاموا بتجربة مثيرة جدا، أتوا بشخص وضعوا عليه عداد معين أيها الإخوة يكتب أرقام بسرعات معينة، هل تقرأ أقرأ؟ هل تقرأ بعدين بسرعة شديدة؟ هل تقرأ؟ قال لا أقرأ شيئاً، لا في شيء أحمر، لا يستطيع أن يقرأ أي رقم. من الطابق على علو 33 متر أيها الإخوة طبعاً أخذ كل الاحتياطات وقذفوه. لو المطلوب منك وأنت نازل إنك شو تحاول تقرأ، قرأ بوضوح. الشيء الذي مستحيل أن يقرأه وهو على الأرض بالنسبة يستحيل، لكن وهو نازل يقرأ بوضوح، قال بوضوح جدا 96 57 عادي. ما الذي يحدث؟ الأدرينالين، هرمون الأدرينالين من فوق إلى الكظرية، هذا الهرمون يفرز أيها الإخوة فيعمل على تباطؤ الزمن، يعمل على تباطؤ الزمن، فنرصد أشياء كثيرة في نفس اللحظة الزمنية الواحدة. ماذا نفهم من هذا؟ هذا أيضا يفسر لنا كيف علماءنا وأولياءنا وأهل الإسلام وأهل البركة كيف بعضهم يقرأ لك 1000 صفحة في ليلة، بعضهم يقرأ 5 مجلدات في ليلة. ابن دقيق العيد كان يقرأ 5 مجلدات ولخصها في ليلة، وأكيد في جزء من الليل طبعاً. عبد الوهاب الشعراني وفلان وعلان وفي ناس معاصرين يفعلون هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وفي ناس ما شاء الله بده 5 أشهر عشان يخلص مجلد، وعالم شيخ ويحيي ليه مسكين. بتضل علمته يقدر طول حياته، لأنه ما بيقدر مسكين. يقرأ 1000 صفحة بده فيها 5 أشهر بتكسر راسه. أو بيقرأ وبنسى وبنسى وبيقرأ وهكذا. هذا 5 مجلدات في ربع ساعة. كيف؟ هو هذا، هو هذا. الزمن مش حقيقة نيوتنية، مش حقيقة مطلقة، حقيقة نسبية. الله تبارك وتعالى قادر على التحكم فيها، بيخليها تجري عليك 309 سنوات، على أصحاب الكهف تجري يوما أو بعض يوم، قاموا من النوم أظفرهم زي ما هي، شعرهم زي ما هو، ولا شيء متغير، معناها فعلا مضى عليهم ما يعادل يوم أو بعض يوم، وعلى الأرض كلها 309 سنوات، ما شاء الله. عزير نفس الشيء، الذي مضى على القرية. يوم أو بعض يوم، وعلى الأرض قديش مر 100 سنة. هذه قدرة الله. الآن بدأ العلم يبرهن هذا. للأسف أدركنا الوقت أيها الإخوة، بقي تفضل لابد أن نعود إليها لكي نستخلص خلاصات من هذا الشيء، ونحاول إعادة تفسير الآيات والأحاديث والأشياء في ضوء هذه الحقائق العلمية الصلبة والمحترمة جدا والأكثر جدية أيها الإخوة وإثارة في نفس الوقت. أقول لكم عمر أستغفر الله لي ولكم أستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دراسنا العرفان أيها الإخوة يحكى عن أحد الأولياء، أنا شخصيا أصدق بهذا، لا أكذب بهذا بفضل الله، من يكذب؟ فعلى كل حال من يكذب انا اعتقد في الاخير العلم لا يساعده، العلم الفيزياء لا تساعده، والدين ايضا لا يساعده، النصوص لا تساعده، يساعده فقط ايها الاخوه صلابه تجربته اليوميه، تجربه يوميه صلبه ومحدوده جدا جدا وبليده، يتمسك بها يظنها الاطار المطلق للفهم، لذلك هو العلم.
أحد هؤلاء العارفين أيها الإخوة كان يتوضأ في ميضة في المسجد، فأتاه أحد الناس يعني يغلب عليه ربما السفه والفضولية، قال له يا شيخ أما تحسن تتوضأ؟ مش عارف الوضوء لأنه مش على السنة زي ما بديها هو يعني 32 سنة مثلا وكذا. فأخذ بيدي هكذا قال يا أمري كيف أحسن تتوضأ؟ ثم ترك يده وجعل الرجل يزعق ويصرخ كذا كالمجنون. ذهب الشيخ إيش؟ لم يكد يصدق. قال هذا الرجل أنا حين سألته أخذ يدي ثم أطلقني. قال في الفترة التي أخذ يدي رأيتني في بلد معينة وتزوجت وعشت وأنجبت 5 أولاد، عشت حياة كاملة على مدى ربما 15 سنة. ثم بعد ذلك وجدت هنا وقد أطلق يدي مخه خلص ضرب الرجل. ما الذي حدث؟ هؤلاء ويا الله يعيشون هذه الأشياء وهذه اللطائف العجيبة ويتنقلون في الزمن الواحد. يتنقلون الخطبة ربما هي المقبلة إن شاء الله سنجيب على شيء جعله أينشتاين مستحيلا وهو العودة إلى الماضي. سنثبت بطريقة علمية بسيطة جدا جدا أن العودة إلى الماضي محتملة وممكنة علميا بإذن الله. طبعا كالمستقبل أيضا الدخول في المستقبل علميا كيف يمكن هذا سوف نرى إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم افتح علينا بالحق وانت خير الفاتحين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وعدوا لاعدائك نحب حبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجد عليك الكفلان وبه استغفرك وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر وافتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم انت اصلحت لك الصالحين فاصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا وارض عنا وارضنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم وقوموا بالصلاه وارحمكم.